النبي الباشا الكبير. تعالى يا ابو ساميه تعالى سلمي على سعاده الباشا. ابو ساميه يا باشا يعني الكماله يعني الحلو كله تخصص زبيب. ازيك يا ابو ساميه؟ ازيك يا باشا نورتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. باشا ده في ايه؟ براحتك اتشقلب. الله ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا بنجيب ولا بنودي؟ كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعه ولا مش ابن تسعه؟ ابن تسعه. يبقى يجي عند ابو ساميه يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعدين يجي بعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجه ابو ساميه دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ حطوا فين؟ ده يحطوا عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة ان الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت بتفهمش مصطلحات طبية ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجة. ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب. انت انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب. بس انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجان الغالي ودق عليا الباب. لا ده الليلة كلها شقلبة.